مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنينك قصة. معي في الاستوديو المرنم الحل منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. بقصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل معاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا، سواء بيرسلوا لينا خطابات أو بيتصلوا بينا تليفونيا أو بيرسلوا لينا رسائل اس ام اس تليفونية أو بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. من ضمن الخطابات الجميلة جانا خطاب من المشاهد اللي هو مسمي نفسه عابر طريق. وعابر طريق حكينا قصة سميتها عابر طريق، والقصة دي فازت انها تكون واحدة من برامجنا. اتمنى لكل مشاهد ومشاهدة انه يتواصل معنا وارسل لنا قصة حياتك او قصة شخص قريب منك او قصة قريتها وتحس انها ممكن تكون واحدة من القصص وممكن تفوز وتكون واحدة من برنامج حياتك في قصة. قصة عابر طريق بتحكي وبتقول انه كان في شخص اللي هو اللي كتب لنا الرسالة ماشي في الطريق، ماشي في الشارع. هو ماشي في الشارع شعر بإحساس شديد مسيطر على كل كيانه، وهو معدي انه يدخل الباب، باب مفتوح في احد في الشارع كده، باب بيت. قال ايه انا مجنون ولا؟ بس مشي شوية ولقي نفسه بيرجع وحاجة بتحركه كده كأنها ريموت كنترول بتقول له ادخل البيت ده. فدخل، ودخل البيت لقي الشقة مفتوحة بابها، راح دخل كمان ولقي هناك راجل شكله مريض جدا جدا وتعبان. فسأله حد معاك؟ قال له معايا يسوع المسيح. قال له عايز حاجة؟ قال له طبعا عايز. قال له طب مين بيعتني بيك؟ قال له بيعتني بيا المسيح هنا. أنا زي حالاتي ماليش حد خالص وماليش طريقة المسيح يستجيب لي طلباتي إلا أن أنا أصلي يروح يبعت لي واحد زيك يدخل ويقول لي عايز إيه. وقام عابر الطريق بخدمة هذا الرجل في هذا اليوم، وحكى له عن أن كل مرة رغم أنه هو مشلول وموجود على السرير وما عندوش حد، كل مرة يحتاج لحاجة حتى الكوباية مية ما عندوش حاجة يعملها غير أنه يصلي والرب يسوع يأثر في واحد ويخليه يجي علشان يخدمه. أنا مش عارف أنت هتصدق القصة دي ولا مش هتصدقها، بس أنا شخصيا هصدقها، لأن الخالق العظيم اللي بيعتني بطيور السماء وبزنابق الحقل 100% يعتني بمسيح حقيقي. اللي حصل في قصة عابر طريق هكمله لك بعدما نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع مرنمنا الحل منير حبيب. فمالي سواك مجيب النداء، وحين أنوء بأثقالي فلي برضاك عزائي. طرحت مناي وآمالي لديك وكل رجائي، فأنت ملاذي ومآلي، إليك وفيك نجاتي. حنانك يا رب الأكوان، إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي. ف
فسرت بهديك في دربي وبي ظمأ المشتاق لمنهلك الصافي العذب أروي به أمنياتي حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي يروعني صخب البحر وصوت قصيف الرعود فآنس منك مع الفجر بفيض الرضا والجود فيا مبدع الكون من يدري سواك بسر الوجود فكم فيك يا رب من سر وآيات مذهلات حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. ما أروع هذه الترنيمة التي استمعنا إليها من مرنمنا الحلو منير حبيب، حنانك يا رب الأكوان أنا إن أحيا فبالإيمان. ترنيمة كلامها عظيم ولحنها جميل ومرنمها كمان حلو وجميل. قصتنا النهاردة بعنوان عابر سبيل، وهذه القصة من أحد المشاهدين اللي بعتها لنا، وإحنا بنزيع القصة كما وعدنا لما بتوصلنا قصة جميلة بنزيعها. بتحكي زي ما سمعنا عن هذا الرجل المريض اللي ملوش حد غير ربنا، وده كفاية غير ربنا، ولما يحتاج حاجة يسرق لله، والله يحرك واحد من الناس اللي في الشارع ييجوا علشان خاطر يتكلموا معاه. وأنا قلت لك في بداية الحلقة، مش عارف أنت هتصدق ولا مش هتصدق، بس أنا بصدق إلهي إن القصة دي حقيقية. قال الرب يسوع المسيح، اقرأ معايا من إنجيل متى، أول إنجيل، ولو ما عندكش كتاب مقدس ارسل لي، سأرسل لك كتاب مقدس هدية مجانية. قال المسيح هذه الآيات الجميلة في إنجيل متى صح 7 وعدد 7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اسمع، لأن كل من يسأل، خلي بالك، كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أما أي إنسان منكم إن سأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا، وإن سأله سمكة أيعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لكن هتقول لي إزاي المسيح قال كل من يسأل يأخذ؟ معقولة كل واحد يصلي أي صلاة؟ يعني لو صليت أي حاجة ربنا يعملها؟ في كل الحالات أي صلاة بصليها أو بتصليها ربنا بيستجيب، بس بيستجيب بطريقة مختلفة، طريقة من 4، وبجد بيستجيب. يا إما بيستجيب في الحال بنعم، يا إما بيستجيب في الحال بلا، يا إما بيستجيب بإنه يقول تؤجل، يا إما يستجيب بطريقة معدلة. يعني إيه معدلة؟ يعني يقول لك خلاص أنا عرفت قلبك، أنا هعدلها لك وأجيب لك أحسن من اللي أنت عايزه. وأنا شخصيا المعدلة دي تمت معايا. يبقى في كل الحالات الآية صحيحة. هقرأ لك الآية مرة تاني: كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. يا إما يقول الآن حاضر، يا إما يقول لا، هذه الطلبة ليست حسب فكري وليست لمصلحتك. زي مين؟ مثلا رسول بولس. في حد أعظم من كده؟ أعظم رسول في المسيحية. كان عنده شوكة في الجسد، هي إيه أنا معرفهاش، اللي يقول عينه كانت تعباه، اللي يقول الشيطان كان
بيخلي الناس تحتقره، انا ما اعرفش، هو ما قالهاش والكتاب ما قالش، لكن هو الشوكه دي كانت تعباه. 3 مرات صلى: يا رب شيل الشوكه مني. المره الثانيه الثالثه، المره الثالثه الرب قال له لا مش هشيلها، يبقى اجاب بلا، بس قال له انا هباركك، تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. اذا استجاب، بس استجاب بلا. طب هتقول لي طب استجاب ازاي لما قال لا؟ ما هو اداله نعمه، يعني برضه استجاب، يعني اداله نعمه عظيمه تكفيه لان قوتي في الضعف تكمل. يبقى يا اما يقول لك نعم، يا اما يقول لك لا، يا اما يقول لك هستجيب بس اصبر، يا اما يعدل لك الطلبه. دي 4 احتمالات في استجابه الصلاه، بس في كل الحالات في استجابه. لكن الصلاه المستجابه ليها شروط، ليها شروط طبعا. الكلام اللي قاله الرب هنا انه لو واحد طلب من باباه خبز، او طلب المثل ده كمان موجود في انجيل لوقا اصحاح 11، بيقول كده في صديق نصف الليل، لوقا 11 بيقول كده: كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح لهم. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقرب؟ في صفات لهذه الصلاة المستجابة. أول حاجة إنها تكون حسب مشيئة الله، ودي أنا عارف عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، بكلم المؤمنين والمؤمنات الحقيقيين، من أهم شروط الصلاة المستجابة أن تكون حسب مشيئة الله. إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. هتقولي طب واعرف منين حسب مشيئته؟ لازم تكون بتسمع صوت الله في حياتك. هتقولي وازاي اسمع صوت الله في حياتي؟ دي نخليها الحلقة تاني، لكن او تقدر على الانترنت. الاذان المدربة ده موضوع اهم جدا. فلازم اولا تكون حسب مشيئة الله. تاني حاجة تكون الصلاة مهدفة. يعني مثلا واحد يصلي يقول يا رب تمجد، حلو، بس تمجد في ايه؟ حدد، هدف، تمجد في خدمتي، تمجد في عيالي كده. ثم محددة، يبقى حسب مشيئة الله مهدفة محددة. يعني ايه محددة؟ يعني مثلا عايز ايه؟ عايز مثلا في مثل صديق نصف الليل يقول له عايز 3 ترغفة، هو بعدين اداله عيش بقى يقضي الاستديو ده كله، بس هو عايز 3. يبقى حسب مشيئة الله مهدفة محددة، لكن لابد أن تكون بإيمان. مهم جدا الإيمان، ولعلمك في علاقة عظيمة بين الإيمان والصلاة المستجابة. أيضا لابد أن تكون الصلاة بغفران، لأن لو ما غفرتش الآخرين صعب جدا أن تستجاب صلاتي. وأيضا أن تكون الصلاة بلجاجة. أمثلة كثيرة زي قاض الظلم وصديق نصف الليل تحدث عنها المسيح. عابر طريق الرب بيرسل لك معونة، يمكن تكون صليت وبتقول ربنا نسيني، صدقني مهما كانوا الناس نسيوك. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين؟ اسأل، اطلب، اقرع. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. في كل الحالات أي صلاة بصليها أو بتصليها ربنا بيستجيب، يا إما بيستجيب في الحال بنعم، يا إما بيستجيب في الحال بلا، يا إما بإنه يقول تؤجل، يا إما يستجيب بطريقة معدلة. صفات لهذه الصلاة المستجابة: حسب مشيئة الله، مهدفة، محددة، لكن لابد أن تكون بإيمان. حنانك يا رب الأكوان ليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرفني.